يبدا من 9 يتواصل حتى النص نهار، نحكي فيه على برشا حاجات. من الحاجات هذه باش نحكيه على باقة عملتها البوسطة اسمها أنا تونسي، وهي موجهة لفائدة الجالية التونسية المقيمة بالخارج. ومعنا مدير مركز الادخار بالبريد التونسي سيد وليد رجب. سي وليد مرحبا بك. مرحبا بك يا مدام. مرحبا سي. متابعيك من التوانسة الكل. مرحبا. مرحبا. احنا باش نحكيه على التوانسة اللي هما طول داخل وكانوا البر. عملتوا لهم انتوما باقه اسمها انا تونسي. اي لو كان تعطينا فكره عليها. اي البريد التونسي بالنسبه للتوانسه المقيمين البر يوفر لهم مجموعه من خدمات في شكل باقه سماها باقه انا تونسي. تضمن الباقه هذه حساب جاري بالعمله ان كونت سي بي اون دوفي، يختار الحريف العمله يورو ولا دولار ودولار كندي حسب البلد بتاع الاقامه. اي الحساب هذا يحول له عملية السحب وعملية كل ما هو عملية الخلاص بالدفي هكاك معنا يكون محمي من كل ما هو ريسك دو شونس باعتبار انه الكونت والكونت اون دفي اللي توني اون دفي ومعاه بطاقة دولية بطاقة فيزا بلاتينيوم تحول له عملية السحب من الموزعات الآلية بالخارج والخلاص اترافيرت معناها الآلة الترافية للتي بي يو وإلى الإنترنت وكيف كيف ينجم يجبد الداب في تونس لهنا ولا يخلص بالتي بي يو ولا الانترنت. معنى البطاقه نتاعو هذه يستعملها في تونس وخارج تونس في بلد الاقامه. الهدف منها هو انه يعطيوها نعطيوها اكسي ا ديستونس للكونت سي بي نتاعو ويقوم بعمليه الخلاص اللي راها اللي حاجته بها من عن بعد بكل سهوله بكل اريحيه. اضافه للحساب الجاري بالعمله يلقى حساب ادخار بالدينار القابل للتحويل. كونت ايبان دينار كونفرتيبل في برشا امتيازات. اولا المردوديه عاليه توصل 7.5% ومعفى من اي اداء معناها ما تتوظفش عليها الاداء على الداخل 7.5% نت دامبو معناها صافي يخول له انه يقوم بعمليه التحويل انطلاقا من الخارج ولا كان دخل تونس هنا بديفيز كون ديك الايام دواني صب دونك التمويل نتاع الحساب الادخار ديما بالديفيز ما يتصبش فيه دينارات. كنا توما يطعم اون دينار في بلاده هنا اون دينار كونفرتيبل واتو مومون في كل كان عنده الحاجه وانه يعاود يحولهم ديفيز الي توتالمون ريكونفرتيبل معناها لا سا دوموند دو كليون يحولوا انه بشويه بشويه يكون كابيتال في بلاده وهو في بلاد المهجر يحب يكون كابيتال يلقاه نهار اخر ولا يعمل به مشروع هنا دونك يحولوا بشويه بشويه اون بروفيتون من المردوديه العاليه نتاع الحساب ومن ليزافونتاج فيسكو انه يكون بشويه بشويه كابيتال ليباني. معناها يعمل ادخار ويكون راس مال ينجم يستعمله في اللي يحب هو ينجم يمول به اي مشروع ولا باش يشري حاجه ولا باش يشري عقار ولا اللي هو. شنو هي الاجراءات باش واحد يعمل هالحساب هذا؟ اي حنكمل لك في الكومبوزونت نتاع الباك دونك قلنا كونت سي بي اون ديفيز وكونت ايباني واكسي ا ديستونس عندنا تطبيق ماي بوست يهبط على الجوال ولا على سيت انترنت www.mypost.cn يحاول له يلقى حساب معناها يدخل على الاسباس بيرسونيل نتاعو كريي على التليفون ينجم ينخرط في الباقه ديستونس هو انطلاق من الخارج ينجم يحل الباقه نتاعو يعمل دوموند اوفرتير نتاع الباك ونحلوا له البروسيس كامل نتاع يتبعوا وينجم يتبع حساباته وينجم يعمل فيرمون يحول من سي سي بي واللي باني معناها من الحساب الجاري للحساب الادخار ينجم يحول من هذا لهذا وهذا لهذا بالضبط والا كان عنده مثلا مقاول قاعد يبني له هنا في بلاد هنا يحب يخلصه يعمل له فيرمون ينجم يعمل اوردر دو فيرمون فير ان كونت بنكير هنا في تونس ولا كونت بوستال دونك الهدف منه هو الاسباس بيرسوناليزي ديجيتال هو انه نعطيه الاريحيه انه يقوم بالعمليات عن بعد على الحساب نتاعه ويتبع على الحسابات وتقومش عليه في تونس لهنا واضح والهدف هو انه ديما نقربوا للخدمات حق هو الباك انا تونسي سيرفيس كي تي لونسي في من 2018 الفتره من 2018 حتى ليش في السنه 2024 صارت عليها عديد التحسينات التقنيه على مستوى وحتى على مستوى الخدمات عملنا دراسه على مستوى حاجيات التوانسه المقيمين البرة برشا معناها طلبات على خدمات اخرى دخلناها درجناها في باقه انا تونسي والهدف هو انه توفير مجموعه من خدمات وباقه تكون تواكب حاجيات التوانسه المقيمين البرة وتسهل لهم العمليات سواء عمليه خلاص ولا عمليه التحويل ولا عمليه الادخار ولا حتى المتابعه نتاع لي كولي بوستو عنده على سباس بيرسوناليزي
اسباس اليا يشوف بيه السيتياسيون تاعك واللي يحب يتحب يجيه من تونس يحب يشوف السيتياسيون تاعو هكاك استجابة لكل الطلبات على مستوى الاجراءات بنسالك على مستوى الاجراءات على ذمته هنا في تونس 300 مكتب بريد يقوموا بجميع خدمات الصرف موزعين على كامل تراب الجمهوريه مكتب بريد في كل معتمديه هنا في تونس عنده الابليكاسيون ماي بوست ينجم كانوا في فرق الخارج يبدا في السوسكريبسيون اون ليني ويحل الباك نتاعو دونك كذا على مستوى الاجراءات المطلوب هو انه هو باقه موجهه لتونس المقيمين برا فما مطلب الخيرات في الباقه اثبات نسخه من بطاقه تعريف نتاعو في تونس لهنا ونسخه من الكارت سيجور الكارت سيجور نتاعو باعتباره مقيم في الخارج وكانوا تونسي عنده الجنسيه اخرى معناها يشوف باش يتقدم مع اثبات للاقامه نتاعو في شكل نسخه من بطاقه التعريف الاجنبيه ولا الباسبور الاجنبي وبطبيعه كانوا في تونس لهنا يحب يعمل ديفيز يصبهم في الكونت يعمل ديكلاراسيون دوانيات حسب ما تطلبه حسب ما يطلب القانون واضح سهله الاجراءات مش صعيبه الكلفه نتاع الباقه 80 دينار في العام الباقه كلها بالكومبوزونت نتاعها تكلف 80 دينار في العام وبالنسبه للعمليات ليزوبيراسيون نتاع ترانسفير نتاع ليزاسمون ولا ريتري توظف عليهم عموله البريد التونسي ديما يوظف اقل عموله في السوق كل هنا الهدف هو انه مش باش معناها ننتقلوا العمليات الماليه بعمولات عاليه الهدف هو انه نقربوا الخدمة ونوصلوا أكثر معناها للتوانسة المقيمين بالخارج ونسهلوا لهم الخدمة واضح يعطيك الصحة شكرا لك السيد مدير مركز الادخار بالبريد التونسي سي وليد رجب أعطيتنا مجموعة من التفاصيل حول باقة أنا تونسي الموجهة لفائدة الجالية التونسية المقيمة بالخارج نهارك زين